كده انا بنزل الجيكاي اهو، اللينس بتاعتي ايه 80 وجهاز طبعا الاثنين اعمله كده عشان خاطر ما تجرب بده ما عندكش حاجه ليهم. وبتدي اشجع اهو، هات كده سلو اهو، بجيك سلو اهو، بجيك سلو. طبعا اي حد لو مبتدئ هيتعور، يعني الجيكاي هتاخد منه كده هيتعور. انا بالنسبه لي بعرف اساسي السمك وبعرف اشتغل. لو مبتدئ ما يجيش بيديك، لو انت لسه مبتدئ ما تجيش بيديك، لازم تتدرب الاول ازاي تعرف ركعه السمكه. هاي الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، هاي هاي معايا، يلا معايا اهو. صل على النبي يا عمار، شيكن بليد، صل على النبي، صل الاحمر عندك الصوره. ايوه يا باشا، ايوه يا باشا، ايوه يا باشا، ايوه يا باشا، صل على النبي، صل اوعى البعض، سيبه كتير 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 كتير. ها صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، حسب بس اللي بيرد ولا ماشي. بس النبي عشان لسه قطع ورد والله. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر، جيجينج يد، الله اكبر. يعني هم تحسها مبيعه ومنها على طول، ايه جنك؟ ايدك عليهم ايه دراعي مش متقطعش كده بسرعه. يلا ورا يا شباب، ما تكبرش على السمكه، السمكه دي هتدق، خليها تسحب التقل، كل ما تسحب التقل هتجري بالتقل قد ايه؟ واحد شايلك حمل كبير وانت بتجري، هتتعب، الفتره هتتعب فيها بتلم فيها.